في كرنفال كؤوس الملوك فتحت البوابات واندفعت جاد وافراس المستورد الباحثه عن هذا الشوط على مسافه 2400 متر. دوره الثاني حول المضمار، الانطلاقه يبدا سلودومسين الان مع ايضا تقدم لارتست موديل وكذلك شارلي بير، يبدا الان التقدم للصداره شارلي بير مع سلودومسين وكذلك ارتست موديل وايضا بوبل اوت بوبي في المرتبة الرابعة. يأتي فيما الانطلاقة السريعة لشارلي بير، هذه المسافة الماراثونية أطول مسافات هنا في الميدان السعودي، مسافة 2400 متر. شارلي بير ينطلق في صدارة هذا الشوط لتسريعه ربما، فيما أتى سلودومسن في المرتبة الثانية، أيضا بيل اوت بوبي يأتي في المرتبة الثالثة. محاولات البقية الآن للتقدم، ديس دي شادو للتقدم الآن، فيما المنعطف الثاني لا زال مسيطرا على شارلي بير في الصدارة. ربما يصنع هذا الشوط لبيل اوت بوبي في هذه المواجهة، فيما سلودومسين في المركز الثاني. مسافة الماراثونية مشاهدينا الكرام انتصفت الآن، وشارلي بير في الصدارة مع المتميز عبد الله العوفي. هنالك تبدأ بقية الجياد البحث عن المراكز المتقدمة للحاق بالمتصدر، ربما شارلي بير يهرب بهذا الشوط حتى الآن، فيما الاتيان يأتي مورنينج ووتش الآن مع أيضا بيل اوت بوبي في المرتبة الثانية. محاولات التقدم كذلك من وفيت للاتيان في المرتبة الرابعة، فيما اجتياز علامة 800، ولازال شارلي بير في الصدارة مع العوفي في المرتبة الأولى. المنعطف ولازال في الصدارة، فيما يأتي بيل اوت بوبي في المرتبة الثانية الى 400، لازال شارلي بير في الصدارة. الخوف ممن؟ من وفيت، يأتي وفيت يأتي لانتزاع الصدارة والمركز الاول. وفيت يتقدم لانتزاع الصدارة، فيما محاولات من بيل اوت بوبي، ايضا صراع يشتد بيل اوت بوبي. هنا 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 بيل اوت بوبي لن يذهب الشوط، وفيت ياتي. اذا مشاهدينا الكرام، صراع الشتاء انتهى على خط النهايه، لمن